حقيقة كنت أتحدث الآن مع أحد السكان الذي قال لي بأنه لأول مرة يسقط صاروخ في هذه المنطقة على مسافة تقريبا 45 إلى 50 كيلومتر، حيث سقط هذا الصاروخ شديد الانفجار في هذا الحي السكني في ما يسمى ببلدة أو مجمع كريات بيالك إلى الشمال من مدينة حيفا. كما تشاهد روبير في الصورة هنا الشظايا متناثرة في كل مكان، هناك هدم جزئي وكلي لبعض المنازل. هنا بلغ عن 4 إصابات، وأحد السكان قال لنا بأنهم لم يستطيعوا، ما بين مدة صافرة الإنذار والهروب إلى الملاجئ لم يكن هناك سوى أقل من دقيقة. وهذا الدمار الكبير الذي حل بهذا الحي، لو ظل السكان في هذه المساكن وهذه المنازل لكان هناك عدد كبير من القتلى. هنا حالة من الذهول والصدمة الكبيرة لوصول هذه الصواريخ إلى هذا العمق لأول مرة. يقولون بأن هذا الذي جرى اليوم لم نشهده حتى في حرب عام 2006، عندما كانت المعادلة كل الشمال تحت الصواريخ والقصف من حزب الله. هذه المنطقة كما ذكرنا روبير لم تكن هي فقط المنطقة التي تم قصفها في الاستهداف الأخير لحزب الله، والذي جاء كرد كما فهمنا على انفجارات أجهزة البيبر والووكي توكي واغتيال عقيل. وكان هناك استهداف لمجمعات ولمناطق عسكرية كرماد دافيد، وهي القاعدة الجوية، ومركز الصناعات رافائيل الذي ليس بعيدا من هنا، فقط يعني أقل من 3 كيلومترات هو يبعد عن هذه المنطقة. ولكن هذه المنطقة السكنية التي تشاهد فراس، أنت جلت على الأهالي، استطلعت الآراء، تضرر عندما نازل. تؤكد وزارة الدفاع، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرات عدة أهمية إعادة أهالي الشمال. وسائل إعلام إسرائيل تتحدث بأن كل هذه المناطق حالة من الخوف والهلع يتم إخلاءها، ليس فقط يعني يحتمي السكان في الملاجئ لا بل يغادرونها بشكل فعلي. هل رصدت ذلك؟ هذا صحيح، يعني هناك نزوح، يعني هناك نزوح للبعض لكن ليس بشكل كامل كما هي الحال في المناطق التي يعني كانت تستهدف على مدار 11 شهرا. هنا نتحدث عن لا يزال هناك تواجد كبير للسكان، ولكنهم أصبحوا تحت دائرة الاستهداف، وهم الآن داخل الجبهة المفتوحة ما بين إسرائيل وحزب الله. وهنا نتحدث عن رقم كبير، حوالي 500,000 إنسان أصبحوا داخل هذه الدائرة من الاستهداف، في الوقت الذي يقول فيه نتنياهو أنه يريد إعادة 100,000 الذين نزحوا من قرى وبلدات الشمال على الحدود وعلى عمق 4 و5 و7 كيلومتر. الآن يضع 500,000 إسرائيلي تحت دائرة الاستهداف، منهم هذه القرية وهذه البلدة كريات بيالك، التي الآن يعني يحصون الخسائر التي وقعت في هذه المنطقة. ولكن بالمقابل أعتقد بأن الناس يكون لهم قرار مختلف في الأيام المقبلة إذا ما بقيت هذه المنطقة تحت دائرة الاستهداف، بمعنى قد يقررون الذهاب والنزوح إلى أماكن أكثر عمقا، إلى منطقة الجنوب، منطقة القدس وتل أبيب. وبالتالي فهذا سيشكل عبئا آخرا، وسيكون يعني له تداعيات كبيرة على المشهد الداخلي وتفاعلاته في إسرائيل. وهم الذين يعني يصرخون كل سبت في وجه حكومة بنيامين نتنياهو، يطالبونه بضرورة الذهاب نحو صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار لإطفاء هذه الحرائق المشتعلة في جبهات مختلفة. وهو المصر على وضع هدف جديد للحرب، وهو إعادة سكان الشمال. اليوم سكان الشمال أصبحوا في دائرة أوسع من الاستهداف. نحن نتحدث عن منطقة عكا، منطقة كريات بيالك، هنا حيفا أصبحت تحت النار، وبالتالي نحن نتحدث عن نطاق يتجاوز 50 كيلومتر عن منطقة نضال. ما يقوله فراس الآن، هذه الصور الحية، كنت أشرت يعني في ساعات الصباح الأولى إلى تبدل المشهد مع عمليات حزب الله التي ينقلها لنا الآن. يقول فراس تتجاوز 50 كيلومتر، هذا عبء آخر يضاف على الحكومة، النزوح باتجاه القدس، بلوغ عكا وحيفا وكل هذه المناطق المكتظة بالسكان، أكثر من 1,000,000 إسرائيلي، يعني ينقل لنا الصورة فراس الآن. كيف سينعكس ذلك على حكومة بنيامين نتنياهو؟ وزارة الدفاع تتحدث
حتى هذه الساعة يتحدث غالنت عن عودة أهالي الشمال. نعم روبير، ونتنياهو يتحدث كذلك، يعني قبل دقائق فقط وصل بيان جديد من مكتب نتنياهو، فيديو لنتنياهو يقول فيه، دعني أترجم لك ما يقوله نتنياهو، يقول في الأيام الأخيرة نحن وجهنا سلسلة من الضربات لحزب الله، ضربات لم يتخيلها حزب الله. ويقول نتنياهو إذا لم يفهم حزب الله أو إذا لم تصل الرسالة إلى حزب الله فأنا أؤكد لكم بأن الرسالة ستصل، أي أن نتنياهو ما زال يصر على ما يجري الآن على الحدود الشمالية. ويقول نحن مصرون على إعادة مواطنينا إلى بيوتهم على الحدود الشمالية، ويقول بأنه لا توجد دولة مستعدة أن تقبل بإطلاق النيران على مواطنيها أو على مدنها، ونحن كدولة إسرائيل على حد قول نتنياهو لن نقبل بإطلاق النيران على مواطنينا. ويقول سنبذل كل ما في وسعنا، سنقوم بكل شيء من أجل إعادة المواطنين إلى بيوتهم بأمن. هذا ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسبق أن قاله قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي ما زال يصر على نفس الهدف الذي تم إضافته إلى أهداف الحرب بعد نحو سنة من اندلاع هذه الحرب. لكن فعليا يعني ما يجري الآن على طرفي الحدود كعمل عسكري بحت، إذا نظرنا إلى العمل العسكري كعمل عسكري فقط، لا يمكن أن يعيد سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان. لا يمكن للعمل العسكري بصورته الحالية كعمل عسكري أن يؤدي إلى إعطاء الأمن لهؤلاء. لا يمكنه أن يوقف إطلاق الصواريخ أو يوقف تهديد حزب الله لشمال إسرائيل. لكن ما يراد من هذا العمل العسكري هو تحريك سياسي، هذا ما تهدف إليه إسرائيل. تريد أن يجلس حزب الله إلى الطاولة ويتفاوض معها على التهدئة بعيدا عن قطاع غزة. هذا هو الهدف السياسي من العمل العسكري. إسرائيل تعرف بأنها من خلال العمل العسكري فقط لا يمكن أن تعيد مواطنيها إلى الحدود الشمالية، وهذا ما قاله أيضا بصراحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، قال لا يمكن. سأعود إلى دارين أيضا في نقاط تغيير قواعد الاشتباك التي تذكرها الآن نضال، المحادثات الدبلوماسية. ولكن أعود إلى هذه الصورة حيث الزميل فراس لطفي الآن. فراس، حجم هذا الدمار، الصور يعني الضربات الليلية، كنا تابعنا حرائق هائلة، استهداف سيارات، استهداف أيضا بنى تحتية. أنت كيف تنقل الصورة وحالة الهلع والخوف لدى السكان الذين رفضوا البقاء في الملاجئ ومغادرة هذه المناطق؟ نعم صحيح، بداية الأضرار كبيرة حقيقة. ما أراه هنا فقط في هذا الحي من كريات بيالك هو تضرر عدد كبير من المركبات بالشظايا، الشظايا متناثرة بشكل كبير. السكان يقولون بأنهم لم يشاهدوا مثل هذا الدمار وهذه الشدة في الانفجار حتى في حرب عام 2006. فتحة كبيرة وفتحات أخرى في المنازل التي يعني سقط بينها هذا الصاروخ، 4 إصابات. الطرف الآخر من حزب الله يقولون بأنهم استخدموا الصواريخ من نوع فادي 1 و2، وبالتالي هذه شديدة الانفجار وشديدة التدمير، وهذا الذي نراه بالفعل على أرض الواقع. السكان هنا يعني في حالة صدمة كما ذكرت لك، لكن حتى الآن لا يوجد هناك قرار واضح بإخلاء هذه المناطق كما جرى في مناطق أخرى أخليت وأصبحوا هدفا من أهداف الحرب، عودتهم إلى منازلهم كسكان كريات شمونة والسكان المناطق المتاخمة للحدود والمطلة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن عمق أكبر وعبء أكبر على الحكومة الإسرائيلية وعلى أهداف الحرب التي صاغها ووضعها بنيامين نتنياهو وأضاف عليها عودة سكان الشمال، ليدخل دائرة أوسع وأكبر فيها تقريبا 500,000 إسرائيلي الآن أصبحوا تحت دائرة الاستهداف وتحت دائرة القصف. وبالتالي اليوم المعادلة التي يريد ترسيخها بنيامين نتنياهو كما يقولون هنا هو فصل وحدة الساحات عن بعضها، الاتفاق أو دفع حزب الله على الاتفاق وبقوة النار وقوة المدفعية وقوة الاغتيالات. اليوم
يعني انقلبت الصورة داخل إسرائيل بضغط شعبي كبير بعد هذا الاستهداف لهذه المناطق السكنية. هناك أيضا يعني صافرات الإنذار فجر هذا اليوم دوت في أكثر من 170 بلدة وتجمع سكني ومنطقة ما بين الحدود الشمالية مع لبنان وحتى حيفا ومناطق واسعة في محيطها. هذه الصافرات الإنذار خلقت حالة من الصدمة والهلع لدى الكثير من السكان الذين كانوا يعتقدون بأنهم بعيدون نوعا ما عن دائرة الاستهداف ليجدوا أنفسهم اليوم في وسط هذه الدائرة. نعم. الأصوات هنا حقيقة غاضبة محتقنة بشكل كبير، وهناك حالة من الخوف على يعني ما جرى بعدما جرى هذا وشاهدوا هذا الدمار الكبير. روبير حقيقة يعني كم كبير من الشظايا، واضح بأن الصواريخ المستخدمة صواريخ شديدة الانفجار شديدة التدمير أيضا، لأننا نرى عدد كبير من المنازل التي تضررت وبعض منها يعني تضرر بشكل كبير ولا يصلح للسكن بعد الآن. دارين، توسيع دائرة الاستهداف يعني تلتقي مع أعلنه أمين عام حزب الله في خطابه يوم الخميس بشأن تغيير قواعد الاشتباك بعد تطورات الثلاثاء والأربعاء قبل حصول عملية الجمعة. هنالك فصل عما حصل ضد عبر شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله من تفجيرات واستهداف لعناصر وقيادات عن مقتل قوة الرضوان بأكملها يوم الجمعة. تغيير قواعد الاشتباك مرتبطة بالإعلان عن هذه الصواريخ الجديدة فادي واحد فادي اثنين والكاتيوتشا التقليدية المعروفة. المشهد فكريات بيالك الآن المباشر، المعلومات التي ينقلها لنا فراس، كيف يمكن وضعها في إطار التهديدات وما أعلنه حسن نصر الله؟ كما ذكرت روبير، نصر الله حاول الفصل بين الاستهدافات الأمنية الخرق الأمني الكبير وبين استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال عقيل والمسؤولين الآخرين في قوة الرضوان. هناك استخدام للأسلحة الجديدة لأنه بات يدرك بأن إسرائيل غيرت أو تسعى إلى مزيد من الضغط على حزب الله، فهو لن يقف مكتوف الأيدي، لن يستمر باستهداف رويسات العلم والسماقة وغيرها من المواقع التي كانت أهدافا روتينية وتكاد تكون يومية. هو يدرك أن إسرائيل تحاول أن تجره إلى حرب أوسع لا يريدها، لذلك كان هناك هذه الدقة في الاستخدام. فادي واحد حسب ما أفدنا من مصادر يبلغ مداه نحو 80 كيلومتر، فادي اثنين يبلغ مداه 105 كيلومترات. استخدام هذا السلاح، هذا الصاروخ، والذي تقول بعض التقارير بأنه هو صاروخ معدل عن الصواريخ التي استخدمها حزب الله آخر حرب تموز، وكانت كما تذكر روبير تم استهداف حيفا في الأيام الأخيرة من تموز على قاعدة كانت تقول بأن مقابل الضاحية سوف تستهدف حيفا. لكن هذه المعادلة، معادلة الاشتباك هذه، سقطت بحسب تصريحات نصر الله في قبل نحو 10 أعوام عندما طرح معادلة أخرى بأن مقابل استهداف الضاحية سوف يتم استهداف تل أبيب. طبعا لم يستهدف تل أبيب سابقا، رغم أنها يعني إسرائيل قامت باغتيال المسؤول في حركة حماس صالح العروري في ضاحية بيروت الجنوبية، أيضا فؤاد شكر استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية. لكن ما رافق الرد على أو التحضير للرد على اغتيال فؤاد شكر من ضغوط دولية وجهود دبلوماسية ودعوات لخفض هذا التصعيد، في مقابل كان هناك تمرير مثلا للتجديد للقرار الدولي 1701 من دون تجديد، وهو الذي يضم صلاحيات أو ينص على صلاحيات قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. حصلت ما يشبه المساومة تحت الطاولة على اعتبار بأن حزب الله ملتزم بأنه لن يسعى إلى الدخول في حرب شاملة طالما لم تفرض عليه التهديدات. أيضا التي رافقت المرحلة التي سبقت تنفيذ حزب الله لهذه أو لهذا الرد دفعته ربما إلى رد كان يعني لم يؤدي إلى استفزاز كبير في الجانب الإسرائيلي، وأتت في سياق الهجمة والرد على الهجمة. لكن اليوم الأمور اختلفت،
خلال 5 أيام شهدنا ضغوطا كبيرة جدا تكاد تكون غير مسبوقة على الأقل خلال هذه الحرب على حزب الله. اليوم روبير أعتقد أن مشاهد الشباب والمقاتلون المقاتلين الذين انفجرت في أيديهم البيجر، اللاسلكي أيضا في خلال يعني مراسم تشييع كانت حاشدة جدا، كان يمكن أن تؤدي إلى مجازر أكبر. لذلك اعتبر حزب الله بأنه ما عاد قادرا على ردع إسرائيل في النسق العمليات العسكري التي كان يعتمده سابقا، لذلك توجه نحو عمق إضافي جغرافيا، نحو استهداف لمنشآت في محيطها منازل ومساكن مدنية، ليقول الإسرائيلي بأنه يمكن أن يرفع من منسوب الأذية والخسائر في صفوف إسرائيل، وتوجه طبعا في رمزية كبيرة للقاعدة العسكرية التي استهدفها، ومنها تنطلق الطائرات الحربية التي تشن الغارات على مرتفعات لا تقع جنوب الليطاني وإنما شمال الليطاني، وحتى ربما انطلقت منها الطائرات التي نفذت الاغتيال. اليوم هناك خلط كبير في الأوراق، ليس هناك من قواعد اشتباك ثابتة، وإنما يجري ترسيم هذه القواعد إذا جاز التعبير روبير بالنار والصواريخ. أريد أن أختم معك فراس، تابعنا القراءة التحليلية للزميل نضال، أيضا قراءة ميدانية وتحليلية للزميلة دارين. أعود معك إلى هذه الصور حية، مشاهد عمليات رفع الدمار والأنقاض التي خلفتها عمليات حزب الله في ساعات الليل وساعات الصباح الأولى على هذه المناطق في كريات بيالك حيث أنت الآن والمكتظة بسكان. نعم، نحن نتحدث عن أكثر من 140 صاروخا إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة، لا تزال صافرات الإنذار تدوي بين الحين والآخر، ولكن في المنطقة الروتينية التي اعتاد عليها القتال منذ 11 شهرا. لكن اللافتة كان ما جرى فجر هذا اليوم من استهداف هذه المناطق لأول مرة منذ بداية المواجهة ما بين حزب الله وإسرائيل بعد 7 أكتوبر. كريات بيالك التي تبعد بعمق حوالي 45 كيلومتر إلى الشمال من مدينة حيفا، حيث دوت صافرات الإنذار هنا. الناس قالوا لنا بأنهم لم يعني يلبثوا أن دوت صافرات الإنذار بضعة يعني عشرات من الثواني حتى وقع الانفجار الكبير وسقوط هذا الصاروخ شديد الانفجار في هذا الحي السكني الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل وهدم جزء منها بسبب هذا الانفجار. هنا وقع 4 إصابات جراء لهذا القصف بالشظايا، شظايا الصواريخ. الناس هنا طبعا كما ذكرت لك في حالة هلع وخوف. نحن نتحدث عن قرابة 500,000 إسرائيلي اليوم أصبحوا داخل دائرة الاستهداف، وإذا ما كان بنيامين نتنياهو يتحدث عن إعادة 100,000 ممن نزحوا في الأشهر الأولى للحرب والمواجهة مع حزب الله، فاليوم دخل في دائرة هذا الاستهداف 500,000 إسرائيلي من حيفا وحتى أقصى شمال عكا وهذه المنطقة الواسعة. ولكن بالمقابل وليس بعيدا من هنا مصنع أو مقر الصناعات العسكرية التابعة لشركة رافائيل، حيث تم استهدافها أيضا بالصواريخ كما ذكرت مصادر إسرائيلية، إلى جانب رماد دافيد وهي القاعدة الجوية التي يقول حزب الله بأن ينطلق منها الطيران الحربي الإسرائيلي ويقصف في عمق لبنان وفي الضاحية الجنوبية، وهي القاعدة التي خرج منها الطيران الذي قصف اجتماع قادة قوة الرضوان وقتل فيها إبراهيم عقيل. بكل الأحوال كما تشاهدون حالة من الهلع والصدمة، إحصاء للأضرار والممتلكات التي تضررت، والناس هنا أصبحوا يفكرون في الذهاب إلى مناطق أكثر أمنا. ولكن كما تعلم روبير، من يقوم بتنظيم هذه العملية هي الجبهة الداخلية والحكومة الإسرائيلية. حتى الآن لا يوجد هناك أي يعني تعليمات استثنائية سوى ما قالته الجبهة الداخلية عن منع التجمع والبقاء قريب من الملاجئ والغرف المحصنة وتكبيل الحركة نوعا ما خشية تجدد عمليات القصف في هذا العمق.
من هذه التغطية المباشرة من شمال حيفا تحديدا من منطقة كريات بيالك، الزميل فراس لطفي نقل لنا الصورة، المواقف، ما أصاب السكان، عملية نزوح كبيرة إن كان باتجاه عكا أو أيضا باتجاه القدس من هذه المنطقة، تتواصل عمليات رفع الأنقاض، الجيش الإسرائيلي يستقدم آليات ضخمة وجرافات، الحفر أيضا تابعناها مع الزميل فراس التي خلفتها هذه الصواريخ التي أطلقها حزب الله.